بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم هيثم شرف. النهاردة بإذن الله هنتكلم على أهم حاجة في الاكتشينج، وهي الـ High Availability، وهنتكلم على الـ New Features اللي هي نازلة مع اكتشينج 2010 اللي هي خاصة بالـ High Availability، وهي الداج. والداج دي يعتبر طفرة من طفرات الاكتشينج، وهي اللي خلت كل الناس يتجهوا ناحية اكتشينج 2010 ويقدروا يعملوا له امبلمنتيشن بسرعه. طيب تعال نفكر في حاجه مهمه جدا، ليه اكتشينج 2010 نزل بعد اكتشينج 2007 بسنه ونص؟ وعشان يحصل حاجه زي كده يبقى لازم ان كان حصل فيه طفره. الطفره دي لازم كانت يعني كان المنتج ده ينزل ويغطي على منتج قبليه. طيب ايه الطفرة اللي حصلت في اكتشينج 2010؟ الطفرة اللي حصلت فيه خاصة بالهاي افابيليتي. حصل تطور جامد جدا، وعملوا فيتشر جديدة اسمها الداج. تعالوا معانا نبص عليها، وخلت ان انا اقدر اعمل هاي افابيليتي بسهولة جدا بدون الرجوع لاي حد، او اعتمد على سيستم ادمن يعمل لي كلاستر and so on. تعال معايا نبص الجديد. اول حاجة تعالى نعرف يعني ايه هاي افابيليتي. الناس كتيرة بيقول لك معناها ايه، انا مش عارف. معناها بشكل بسيط ان انت يبقى عندك سيرفيس، والسيرفيس دي افابيليبل للناس اكتر وقت ممكن. وعشان السيرفيس دي تبقى افابيليبل للناس اكتر وقت ممكن، يبقى انت لازم تبقى عامل سوليوشن حلو يحافظ لك على الافابيليتي بتاعت السيرفيس دي. فانا عندي حاجه زي الاكتشينج سيرفيس او الميلينج سيستم بتاعي، لازم يبقى انا عندي هاي افابيليتي سوليوشن يقدر يحافظ لي على الكونتينيوتي بتاع السيرفيس دي على مدى اليوم والاسبوع والسنه والسنين and so on. بمعنى لما يجي يقول لك انت الافابيليتي بتاعتك 99%، دي كارثه. تخيل لما تبقى انت عندك سيرفيس افيلبل 99%، ال1% دي لو انت حسبتها على ما اظن ان هي بتبقى 8 ايام في السنه السيرفيس دي واقعه. فتخيل لو انت شركه اي اس بي وبتهوست ميلز عندك لشركات تانية، وحصل عندك دروب لمده 8 ايام، تخيل بقى دي. اوكي، فعشان كده بقول لك ان انت لازم تحقق اعلى كونتينيوتي واعلى افابيليتي لاي سيرفيس عندك، عن طريق انك تعمل حاجه اسمها ايه، هاي افابيليتي سوليوشن حسب السيرفيس دي وازاي اقدر اعمل لها سوليوشن. يعني لو هي وقعت حلو، امتى اعمل ريكفر وفي قد ايه وقت and so on. هي دي بشكل بسيط يعني ايه الهاي افابيليتي، ان انا يبقى انا عندي سيرفيس رانينج لأطول وقت ممكن حلو، وأقل وقت بيحصل فيه داون. طيب بيقول لك في اكتشينج 2007 حصل انتروديوس لأربع أنواع هاي افابيليتي. حاجة اسمها اللوكال كونتينوس ريبليكيشن، ودي كانت باختصار إن أنا ممكن يبقى عندي داتابيز قايمة على سيرفر اقدر اخد منها كوبي على نفس السيرفر ويحصل continuous replication. يعني معناها ايه، ان اي حاجة تتسجل في الداتابيز الاكتف يتاخد منها كوبي في التو واللحظة على الداتابيز اللي هي باسيف على نفس السيرفر، ودي كانت ايه اسمها local continuous replication. ليه local؟ ان هي يعني ايه بيحصل لها availability على نفس السيرفيس نفسه، على نفس السيرفر نفسه. طب لو السيرفر وقع يبقى شكرا، يبقى كل حاجة راحت. لكن ده كان ارخص واسهل نوع availability ممكن انا ايه اشتغل بيه. كان برضو في اكتشينج 2007 عندي حاجة اسمها السي سي ار الكلاستر الكابي كلاستر
اسف الكلاستر كونتينوس ريبليكيشن، وده كان عندي تو سيرفرز، الداتابيز اكتف على سيرفر وباسف على سيرفر، وبيحصل كونتينوس ريبليكيشن يعني بيحصل تزامن مستمر في تو اللحظه، اي حاجه يحصل لها كوميت على اول سيرفر تروح بسرعه ايه يحصل لها كوميتد الناحيه الثانيه في السيرفر الثاني. اوكي طيب، ودي كان بيطلب مني ان انا ابقى فاهم يعني ايه كلاستر، واقدر اعمل كونفيجريشن عن طريق الويندوز كلاستر بتاعي، وطبعا بعتمد على السيستم ادمن اللي هو فاهم كلاسترنج. كان عندي نوع ثالث اسمه سنجل كوبي كلاستر، وده الداتابيز نفسها على سان ستورج، وعندي اكتر من نود اكتشينج، كل النودز دي بتبص على السان ستورج. اوكي لو نود منهم وقعت يحصل شيفتنج على النود الثانيه الثالثه اند سو اون. جم في اكتشينج 2010 ضربوا بكل الكلام ده بعرض الحائط، ولغوا كل الهاي افابيلتي سولوشنز القديمه اللي هي ال سي ار والسي سي ار والاس سي. اوكي وعملوا حاجه اسمها الداج. تعال بس الاول نعرف يعني ايه كونتينوس ريبليكيشن. بص معايا كده، هنا عندي سيرفر واحد اوكي ده عليه داتابيز، وهنا عندي سيرفر اتنين. انا ممكن اخد الداتابيز دي اخدها كوبي الناحيه الثانيه، واي ترانزاكشن بتتم هنا اهو بيحصل لوجينج او حاجه اسمها لوج شيبينج. اي ترانزاكشن بتحصل هنا اهو بتروح ترتكب الناحيه الثانيه او يحصل لها كوميت الناحيه الثانيه. الطريقه دي اسمها ايه؟ لوج شيبينج اند ريبلاي. خد بالك الداتابيز دي انا خدت منها صوره الناحيه الثانيه اوكي، واي ترانزاكشن او اي لوج فايل يتفتح هنا اهو، اول لما يتقفل يروح بيحصل في تو اللحظه يحصل له كوميت الناحيه الثانيه. العمليه دي اسمها ريبليكيشن، وبتحصل كونتينوس يعني بشكل مستمر الناحيه الثانيه. يبقى بيحصل لوج شيبينج يعني اللوج فايلز اللي هي بتفتح هنا اهو بتروح تسمع الناحيه الثانيه، او يعني بتاخد منها كوبي الناحيه الثانيه، وبيحصل لها حاجه اسمها ريبلاي يعني بتسجل الناحيه الثانيه في الداتابيز اللي هي ايه الباسيف. يبقى انا في الحاله دي عندي تو كوبيز، اول كوبي دي الاكتيف كوبي ودي الباسيف كوبي، بيحصل بينهم حاجه اسمها كونتينوس ريبليكيشن يعني اي ترانزاكشن بيحصل هنا اهو بيروح يسجل الناحيه الثانيه. العمليه دي اسمها لوج شيبينج، انا بشيب يعني بنقل اللوج فايلز الناحيه الثانيه، زائد انا بعمل لها ريبلاي يعني بعمل لها كوميت على الداتابيز الثانيه، بحيث الاثنين داتابيز يبقوا ايدنتيكال بالظبط، الاثنين يبقوا متجانسين ونفس الحاجه بالظبط. هو ده معنى الكونتينوس ريبليكيشن. طيب قال لك زي ما احنا قلنا من شويه كده ان الاكتشينج 2010 انتروديوس فيتشر جديده اسمها الداج، وهي داتابيز افابيليتي جروب. طيب دي سوليوشن جديد من الهاي افابيليتي سوليوشنز. قال لك اول حاجه ان هو بيستخدم برضو الكونتينوس ريبليكيشن اللي كان انتروديوسد في اكتشينج 2007، يعني سواء ال LCR او ال CCR كانوا بيستخدموا الكونتينوس ريبليكيشن، يعني اي لوج فايلز بيتفتح ويكريت على الاكتيف كوبي كان بيحصل له كوميت في تو اللحظه على الباسيف كوبي، وده كان بيحصل ثرو حاجه اسمها كونتينوس ريبليكيشن. طيب تعال نشوف ايه الجديد في اكتشينج 2007 والداك ده بيتكلم في ايه. خد بالك ان حصل تطور شاسع في الكونسبت نفسه. يعني ايه في الكونسبت نفسه؟ في الكونسبت ان كان اكتشينج 2007 بيكلم الهاي افابيليتي على مستوى السيرفرز، يعني انا كان عندي سيرفر عليه داتابيزز، انا عشان اعمل هاي افابيليتي كنت بجيب سيرفر تاني، السيرفر التاني ده
حلو، بالنسبه لي هو ده الكلاسترد سيرفر، اللي انا باخد كوبيز من البرايمري 1 حلو، او من يعني ايه من البرايمري سيرفر، واخدها اعمل لها كوبي على الايه السكندري سيرفر او الكلاسترد سيرفر ماشي، ويحصل بينهم كونتينوس ريبليكيشن، وفي الحاله دي بيبقى التو سيرفرز اب تو ديت. لا في الداج الوضع مختلف خالص، انا بعمل افيلابيلتي على مستوى الداتابيز، معناها ان انا ممكن يبقى عندي داتابيز حلو، عشان اعمل لها افيلابيلتي ممكن احطها على 16 سيرفر، يعني اخد منها كوبي على 16 سيرفر، يعني كده انا عندي 15 افيلابيلتي نودز. لو اول واحده حصل لها فيلير هيعمل في الاوفر على الثانيه على الثالثه لحد لما يوصل لحد 16 سيرفر، يبقى انا عندي، يبقى انا كده ما بقتش بعتمد على السيرفر، لا بعتمد على الداتابيزز اللي هي على السيرفر. فقال لك انت ممكن تاخد يعني سي مثلا يبقى عندك داتابيز، الداتابيز دي تهوستها، تعمل لها هوست على او 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 تاخد منها كوبي على 16 سيرفر. خد بالك، و 16 سيرفر دول بيعملوا كونتينوس ريبليكيشن مع الايه الاكتف كوبي اللي هي شغاله، يبقى انا عندي 16 باسيف كوبي اوكي، وعندي واحده بس اكتف. في حاله ان انا حصل لي فيلير على الاكتف كوبي بنقل، بعمل على طول اوتوماتيك فيل اوفر على واحده من 16 داتابيز اللي هي على 16 سيرفرز، وانا كمان ممكن اقدر احدد اني داتابيز على اني سيرفر هي اللي تقوم في حاله ان حصل فيل اوفر، واديهم ترتيب كمان. بيقول لك ايه اللي بيحصل برضو، يبقى الداج بيستخدم الكونتينوس ريبليكيشن، زائد ان انا ممكن اعمل اخد كوبي من اي داتابيز عندي احطها على 16 سيرفر، يبقى انا عندي 16 نودز في حاله ان انا ممكن ايه يحصل عندي فيلير. ايه تاني؟ بيوز سام كلاسترنج فيتشرز لايك هارت بيتس اند فايل شير ويتنس تو كونكت ممبرشيب تو كونكت ممبرز اوف داج. ركز معايا كده، الداج باختصار دي ايه؟ الداج هي مجموعه ميل بوكسز او ميل بوكس سيرفرز مندمجين مع بعض في لوجيكال كونتينر. حلو، دول كلهم بالنسبه لي انا او بالنسبه للاكتشين 2010 كلهم كانهم وان سيت. ممكن اخد كوبي من اي داتابيز على اي واحده فيهم احطها على اي سيرفر فين في الجروب دي. يبقى تاني ركز معايا، الداج دي هي عباره عن ايه؟ لوجيكال كونتينر. الكونتينر ده بيحتوي على الميل بوكس سيرفرز اللي انا حاططها في الداج، يعني انا هعمل جروب، الجروب ده لوجيكال، هقول انا هعمل جروب اسمه هيثم، الجروب ده انا احط فيه 10 ميل بوكس سيرفرز عندي، دول اصبحوا عندي كلهم كانهم ايه وان سيت وحده واحده. طب نفترض انا على سيرفر واحد عليه داتابيز اسمها سيلز، ممكن اخد منها كوبي احطها على اي ميل بوكس سيرفر في الايه في الجروب دي، ودي هتديني افابيلتي منها نمره واحد. لو انا على السيرفر اللي هي اصلا عليه اللي هي اكتف عليه حصل له فيلير حلو، انا هعمل اوتوماتيك فيل اوفر على الميل بوكس سيرفر الثاني اللي انا ايه خدت منها كوبي حطه عليه. حلو، يبقى انا كده عملت هاي افابيلتي سولوشن. طيب عشان اقدر اعمل الداك محتاج اتليست تو سيرفرز، ودول يبقوا ميل بوكس سيرفرز، ومش فارقه معايا يبقى عليهم رول تانية زي الكاس او الهب، لكن في الاخر انا كل اللي عايزه تو سيرفرز، يبقى نازل عليهم ميل بوكس رول، ودول احطهم في لوجيكال جروب اسمه الداك، ويبقى عندي سيرفر تالت ويستحسن ان هو يكون نازل عليه الهب رول، وهو ده بالنسبه لي هيبقى حاجه اسمها الفايل شير ويتنس. بمعنى ده هيعمل ايه؟ ده هيراقب اني
داتابيز على اني سيرفر اكتف واني داتابيز على اني سيرفر باسيف. وبرضو بيقعد يبعت هارت بيتس بحيث يشك اني سيرفر فيهم اونلاين واني اوفلاين. لو هو جه حس ان الاكتف كوبي اللي هي على الاونلاين سيرفيس الاونلاين سيرفر ده وقع، على طول لوحده بيدي اشاره لل باسيف كوبي اللي هي على الباسيف سيرفر اللي هي برضو عضوه في الجروب في الداج، ان هي تقوم وتبقى هي الاكتف لحد لما نشوف حل واحنا نرجع الوضع السابق زي ما هو. يبقى تاني، اول حاجة انا عشان اقدر اعمل داك لازم ولابد يبقى عندي اتليست 2 ميل بوكس سيرفرز، عندي احطهم في لوجيكال جروب اسمه الداك. الداك دي عبارة عن كونتينر، كونتينر وهمي، كونتينر خيالي، حلو. ولازم يبقى عندي برضو سيرفر تالت اهوست عليه حاجة اسمها الفايل شير ويتنس. خد بالك هي باينه قوي، الفايل شير يعني فولدر شير، ويتنس هو الشاهد. يعني ايه هو الشاهد؟ انا كده عندي تو سيرفرز، الاثنين ميل بوكس سيرفرز عليهم داتابيزز، واحده هتبقى اكتف وهاخد منها كوبي على الثاني هيبقى الناحيه الثانيه باسيف. الفايل شير ويتنس ده هو اللي هيبقى شاهد عليهم مين فيهم اكتف ومين فيهم باسيف ومين فيهم عايش ومين فيهم مش عايش، اوكي. وفي حاله ان حصل فيلير حلو للاونلاين كابي، هو لوحده هيدي اشاره للايه للباسيف كابي ان هي تقوم وتبقى اونلاين وتبقى هي الماونتد داتابيز. يبقى زي ما اقول لك اهو، الفايل شير ويتنس از ا ميثود اوف بروفايدنج ريفري بتوين ذا ممبرز ان ذا ايفنت ات ابييرز وان هاز جون داون. يعني هو الحكم ما بين الداج ممبرز، الناس اللي هي اعضاء في الداج اللي هي الميل بوكس سيرفرز اللي هي اعضاء في الجروب اللي انا عامله، في حاله ان في واحده حصل لها داون هو اللي هو ايه بيبقى حكم، اللي هو بيقول للثانيه ان هي تقوم تبقى اونلاين مكان ايه اللي هي وقعت، اوكي. عندي حاجه برضو في الاكستشينج 2010 حاجه اسمها الترانسبورت دمباستر. دي ايه فكرتها؟ ان الهاب ترانسبورت سيرفر بيريتين بيحتفظ باي كوبي اوف ميلز سو ذات ان ابديت كان بي ميد تو ذا ريبليكا. يعني انا ميل بوكس سيرفر واحد، اوكي، حصل عندي تعديل، التعديل ده بيحصل ايه؟ الهاب سيرفر بياخده عشان يبعته للباسيف كوبي اللي هي على الميل بوكس سيرفر الثاني اللي هو عضو في الداج. الهاب بيحتفظ باللوك فايلز لحد فتره معينه، ان في حاله لو حصل فيلير هو يقدر يسترجع الايه الداتا دي تاني، حلو، بعد حدوث الفيلير وان انا اعالج الدنيا دي تاني. يبقى انا عندي حاجه اسمها ترانسبورت دمباستر، ودي جديده في الاكستشينج 2010، ان الهاب ترانسبورت بيحتفظ باي كوبي من اي ميلز حصل لها ابديت. يعني ايه؟ ما كانش لسه راحت حصل لها كوميت في الباسيف كوبي، بيحتفظ بيها لحد لما تسمع في الباسيف كوبي وتبقى الباسيف كوبي دي اونلاين. بص معايا كده، ادي فكره الداج بيشتغل ازاي. عندك اهو ميل بوكس واحد، ميل بوكس اتنين، بيحصل بينهم هارت بيت، بيقعدوا ايه؟ انت عايش، انا عايش، انت عايش، انا عايش، حلو؟ بيحسب بينهم continuous replication ما بينهم، وده الفايل شير ويتنس هو ده يستحسن ان هو يبقى هاب ترانسبورت. وحتى لو ما كانش هاب ترانسبورت ممكن يبقى فايل شير فايل سيرفر مثلا او دومين كنترولر، لكن ده مستحب ان هو يبقى الهاب ترانسبورت، وهو هيبقى عليه الايه الترانسبورت دمباستر. يعني الميلز اللي هي بيحصل لها لوست، يعني وهي رايحه كده بيحصل لها لوست، الهاب ترانسبورت ده بيخزنها عنده لحد لما الراجل ده يقوم ويبقى اونلاين يرجع يديها له انسو اون. خد بالك اهو، ادي اول حاجه انا بحط الاثنين دول في لوجيكال كونتينر اسمه الداج، يعني بعتبر دول
الاتنين واحد، اوكي، او في يعني في لوجيكال جروب اسمه الداج، بحط على ده او بعمل كريشن على ده داتابيز، باخد منها كوبي على السيرفر التاني. كده بقى انا عندي داتابيز واحده على اكتر من مكان. في حاله ان دي حصل لها فيلير، دي بتقوم اوتوماتيكلي، اي تعديل بيحصل اهو بيحصل له على طول شيبنج الناحيه التانيه، يعني اي ترانزاكشن لوج هنا بيتفتح بيروح بسرعه، بيحصل له كونتينوس ابلكيشن على ده، ويحصل له ريبلاي، يعني ايه بيحصل له كوميت على الداتابيز ايه دي، يعني في حاله ان دي وقعت اصبح ان دي اب تو ديت، وهي اللي تقوم وهي اللي تكون اونلاين. طيب احنا كنا قلنا من شويه كده، حلو، ان مايكروسوفت غيرت الفكر كله، ما بقتش بتعمل افيلابيلتي على مستوى السيرفر، لا ده على مستوى الايه الداتابيز. طب تعالى بص كده، نفترض ان احنا عندنا 3 ميل بوكس سيرفرز، عندي انا بحطهم في لوجيكال كونتينر اسمه الداج، يعني في كونتينر كده وهمي، حلو، او يعني خيالي اسمه الداج، حلو. طيب تعالى بص على اول سيرفر ده، ماشي، ده عليه داتابيز واحد بس فقط لا غير. السيرفر التاني ده عليه داتابيز اتنين، السيرفر التالت ده عليه داتابيز تلاتة، اتفقنا؟ حلو. طيب انا عملت داج فحطيت الناس دي الثري سيرفرز دول بقوا ممبرز في الداج بتاعتي، يعني انا ممكن اهوست اي كوبي من اي داتابيز على التانية. طيب انا ممكن براحتي اخد كوبي من داتابيز واحد اللي هي على سيرفر واحد، احطها على مين؟ سيرفر اتنين وسيرفر تلاتة. دي معناها ايه؟ معناها ان لو الداتابيز دي اللي على سيرفر واحد وقعت، بقى عندي ممكن اعمل فيل اوفر على دي او على دي، حسب ما انا عايز، حسب ما انا مرتب، اوكي. يبقى انا لو دي وقعت دي اللي هتقوم على سيرفر اتنين، ولو دي وقعت دي هتقوم على سيرفر تلاتة. انا يبقى انا معناه ان انا ممكن اهوست، ركز معايا، ممكن اهوست الداتابيز دي لحد 16 سيرفر، لكن طبعا لازم ال 16 سيرفر دول يبقوا اعضاء في الداج اللي انا ايه عايز اخد كوبي من اي داتابيز فيها احطها على اي سيرفر في الداج دي. هنا مثلا داتابيز 2، حلو، دي اصلا هي مكانها فين؟ على سيستم 2 او على ميل بوكس 2، ممكن اخد منها كوبي احطها على واحد واحطها على ايه على ثلاثة، بحيث لو هي وقعت هنا اهو ممكن ايه هتقوم الناحية دي وهتقوم الناحية دي، ونفس القصة بالنسبة لثلاثة، باخد منها كوبي على واحد وعلى اثنين. يبقى انا كده عملت افابيلتي على مستوى الداتابيز، يبقى مش السيرفرز دي، يبقى مش السيرفر ده هو ده هو ده، لا بالعكس، انا ممكن مثلا ايه دي اخد منها كوبي احطها على ده فقط لا غير، ما احطهاش على التالت براحتي. ممكن يبقى انا عندي هنا اهو على ده داتابيز اربعة، ومش بعمل لها افابيلتي على اتنين او على ايه واحد، يبقى انا كده بقيت بعمل افابيلتي على مستوى الداتابيز مش على مستوى السيرفر. طيب ايه الستبس اللي انا اعملها عشان اقدر اعمل داك، او عشان اقدر اعمل اكتشينج 2010 هاي افابيلتي بالنسبة للميل بوكس سيرفرز؟ اول حاجة هكريت الداج اللي هو اللوجيكال كونتينر، نمرة اتنين هضيف مين اعضاء في الداج، يبقى هشاوله على مين الميل بوكس سيرفرز اللي هي اعضاء عندي في الداج. نمرة تلاتة هكريت الداتابيز اللي انا عايز اعملها واخد منها كوبي على باقي السيرفرز اللي هي اعضاء في الداج عشان اعمل افابيلتي عندي في الداج. نمرة اربعة ابدأ اتست الدنيا شغالة ولا مش شغالة. بص معايا كده، حلو، دي شاشة هيمشي كده بسرعة قبل ما نخش في العملي. أنا عندي على مستوى الـ Organization Configuration عندي في الـ Mailbox Node عندي تاب اسمها Database Availability Group، وهي دي اللي أنا بقدر أعمل منها الداج. باجي هنا كده بقول له عايز أعمل New Database Availability Group، حلو، أهي باينة قدامي، ماشي،
بقول له اسم اللوجيكال جروب ده، اديله اي اسم زي ما انت عايز، مش هيفرق معايا في حاجه خالص في العملي. نمره اتنين، بقول له بعد اذنك ان انت عندك ويتنس سيرفر. لسه قايل يعني ايه؟ يعني ايه ويتنس سيرفر؟ هو ده السيرفر اللي انا حكيت عليه الفايلز، الشيرد فولدر او الشيرد فايل، حلو، اللي هو هيمونيتور الاعضاء في الداج، مين فيهم اونلاين ومين فيهم اوفلاين، وكل واحد عليه داتابيز ايه، وهل هي اكتف ولا باسيف. وفي حاله ان حصل فيلير، هو اللي بيدي اشاره، حلو، للباسيف كابي ان هي تقوم حسب هي في مكانها وهي رقم كام في الـ في الـ في الاوفر سيناريو. فطبعا لازم انا ابص على الويت سيرفر عندي، حلو، وطبعا زي ما قلت لك يفضل ان هو يبقى هاب ترانسبورت سيرفر، حلو، عشان هو ده اللي هيبقى عليه الترانسبورت دمبستر، وهو اللي هيقوم بالويتنس سيرفر. ودي الدايركتري اللي انا حكيتها عليه هي اللي هتمونيتور الدنيا دي كلها. بص معايا كده، يبقى انا كده، معلش انا هرجع ورا شويه، يبقى انا كده كريت الايه اللوجيكال جروب. نمره اتنين، انا كده عملت ايه الداتابيز، الداتابيز افيبيليتي جروب، حلو. ساعتها بقى اقدر بقى ايه احط فيها مين ممبرز، مين المين بوكس سيرفرز اللي هم هيبقوا ممبرز في الداج بتاعتي، حلو. باجي على الداج، رايت كليك، اقول له مانج داج ممبرشيب، واجي اقول له اختار لي انا عايز ميل بوكس 1 ميل بوكس 2، دول يبقوا ايه اعضاء عندي في الداج. طبعا دول بيبقوا ميل بوكس سيرفرز، سواء ميل بوكس رول على جهاز واحد او معاها كومبايننج رولز زي الكاس والهاب، مش فارقه معايا. طبعا دي طفره بالنسبه لاكتشينج 2007. اكتشينج 2007 كان عندي حاجه اسمها اكتيف ميل بوكس كلاستر، وكان عندي حاجه اسمها باسيف ميل بوكس كلاستر. ما كانش ينفع انزل اي رول مع تانية، لا. حاليا في اكتشينج 2010 ممكن على السيرفرز اللي هي فيها الداج انزل عليها رولز تانية زي الكاس والهاب واليو ام زي ما انا عايز، اوكي. وطبعا لما انا باجي اعمل داج بينزل لي فيل اوفر كلاستر على كل نود عندي عضوة في الداج، اوكي. طيب لحد كده انا كريت الداج وقلت اني ميل بوكس سيرفرز اعضاء فيها. يجي الخطوه الثالثه اللي انا بكريت ميل بوكس داتابيز واخد منها كابي على السيرفر الثاني، يبقى انا كده عملت افابيليتي. يبقى كده تعالى معايا بقى ايه نبص على العملي ونشوف الدنيا عامله ازاي. تعالى بقى نعمل بقى الداج. انا السيناريو اللي عندي، انا عندي 3 سيرفرز، اتنين منهم عليهم تيبيكال انستليشن، يعني عليهم هاب وكاس وميل بوكس، اللي هما اكتشينج 1 واكتشينج 2، دول عليهم تيبيكال انستليشن. وعندي الدومين كوتور ده انا برضو منزل عليه الهاب ترانسبورت عشان عايزه هو يبقى ايه الويتنس شير سيرفر، اوكي. طيب تعال نعمل ايه، تعال نروح على واحد فيهم، اي ميل بوكس سيرفر فيهم. تعال نقول ايه، عندي على مستوى الاورجانيزيشن كونفيجريشن عندي في الميل بوكس نود عندي تاب اسمها داتابيز افيلابيلتي جروب، حلو. طيب تعال نعمل حاجه اسمها الداج، تعال بقول له نيو داتابيز افيلابيلتي جروب، شايفها اهي، بقول له انا عايز اعمل داج. فقال لك بعد اذنك اديني نيم للداج، انا هقول له اتش اس داج، اوكي. طيب طبعا لازم اشاور له على الويتنس سيرفر بتاعي، اكتب له الفولي كواليفايد دومين نيم بتاع السيرفر اللي انت عايزه
يبقى ويتنس سيرفر، يبقى هو شاهد على الاعضاء اللي في الداج. حلو. وطبعا زي ما قلت لك يستحسن ان هو يبقى ايه، هاب ترانسبورت سيرفر. ركز معايا كده، الصح يبقى ايه؟ يبقى هاب ترانسبورت سيرفر، ما يكونش عليه ميل بوكس سيرفر. اوكي. طيب تعال نبص، ممكن انا اقول له ان انا عندي هو اسمه dc.hs.com. حلو. واقول له كريت لي الدايركتري على لوكال على السي اسمها fs file share witness. ممكن اعمل له حاجه زي كده. حلو. كده معناه ان انا ايه، بشاور له على الويتنس سيرفر اللي هو هيكريت عليه دايركتري على سي اسمها fsw اللي هي file share witness. حلو. هي دي او هو ده السيرفر. حلو. بالدايركتري دي هو ده اللي هيمونيتور مين اعضاء في الداك، مين فيهم اونلاين ومين فيهم اوفلاين، مين فيهم عليه database copies اونلاين او اكتف، مين فيهم باسيف. طيب في حاله انا ما عملتش كده وقلت له نيو، طبعا هديه طبعا ايرور. ايه ده؟ طب هو ليه ما ادانيش ايرور؟ هو راح بص مين اني سيرفر عليه هاب ترانسبورت سيرفر. حلو. ومعلوش من البوكس، وراح عامل ايه؟ راح حط عليه الداج. طب تعال نروح نبص عليه، هقول له فينش وهستنى بس لما تبان لي. خد بالك، يبقى انا ممكن احطها مانوالي او اسيبه هو يعمل ايه، ديتكشن، ويبص على مين عندي في الشبكه سيرفر عليه هاب ترانسبورت رول. واخد بالك، ركز معايا في دي، عليه هاب ترانسبورت رول، ما يكونش عليها ميل بوكس رول. يعني مين سيرفر عليه هاب فقط لا غير، طبعا هاب وكاس، هاب ويو ام، لكن ما يكونش عليه ايه، ميل بوكس. خد بالك، هو راح كارت مين؟ كارت الداج. اول حاجه قال لي الـ مين اعضاء في الداج لحد دلوقتي، مفيش حد خالص عضو في الداج. نمره 2 الويت سيرفر هو عمل له ديتكشن لوحده، وقال لك ان دي سي دوت اتش اس دوت كوم هو ده الويت سيرفر بتاعي، وانا هعمل عليه دايركتري على سي على فولدر اسمه داج فايل شير ويتنس على اتش اس داج دوت اتش اس دوت كوم. حلو. وكمان في اكتشينج 2010 اس بي 1 ممكن احط الترنيت ويتنس سيرفر، واحط برضو عليه الترنيت ويتنس دايركتري. حلو. طيب شيء عظيم جدا، تعالى لحاجه تانية. عندي حاجه اسمها اي بي ادريسز. الداك دي لازم تاخد اي بي ادرس، يعني الاكتشينج بيحب يكلم الناس اللي هي اعضاء في الداك ثرو اي بي واحد بس. معناها ان هو بيبقى عايز فيرتشوال اي بي يكلم بيه كل الناس اللي اعضاء في الداك. ليه؟ عشان هو بالنسبه له كل الميل بوكس سيرفرز اللي هي ممبرز في الداج دي كلها وان سيت، فطبعا لازم اديله اي بي من نفس الرينج بتاعي، وده يبقى محجوز للداج، ما يكونش عندي ديش سي بي بيوزعه. اوكي. يبقى ده يكون ريزيرفد، او اخلي الديش سي بي يوزع اي بي للداج. اوكي. في الحاله دي انا هديله اي بي، معلش انا بس مش فاكر الاي بيز هنا، فهروح ابص على اي مكنه من دول هي واخده اي بي ايه. دي 10 10 11، فانا معلش عشان ايه هديله رقم بعيد شويه، هديله 10 10 10 50. يبقى بالنسبه لي او بالنسبه للاكتشينج 2010 كل الناس اللي هي اعضاء في الداج. حلو. او كل الميل بوكس سيرفرز هو هيكلمهم على الاي بي ده. طيب مين سيرفرز اعضاء في الداج وهم اوبريشنال، مفيش حد خالص لحد دلوقتي؟ يبقى انا كده عملت كريشن للداج،
لكن لحد دلوقتي هو ده اللوجيكال كونتينر اللي انا هعمله. اول حاجة تعال نعرف منه تفاصيل مين ممبرز فيه، مفيش الويتنس سيرفر على اني سيرفر على دي سي، والدايركتري اهي. تعال نروح للدي سي نبص كده، تعال نروح للسي الاقي الراجل كريت لي دايركتري اسمها داج فايل شير ويتنس، وجواها اتش اس داج دوت اس دوت اتش اس دوت كوم، جواها لسه فاضي عشان لسه ما عملتش اي حاجه خالص. تعال نرجع تاني للسيرفر اللي احنا كنا فيه، وتعال نقول له بقى ايه رايت كليك على الداج بتاعتي، قول له انا عايز اعمل ايه، انا عايز امانج الداج ممبرشيب، يعني انا عايز احط ميل بوكس سيرفرز يبقوا اعضاء في الداج بتاعتي. اوكي طيب تعالى بقى نختار السيرفرز اللي انا عايزها تبقى ايه اعضاء في الداج. هبص هيقول لي ان انت عندك تو سيرفرز ممكن يبقوا عندك اعضاء في الداج، خد بالك ان هم عليهم تيبيكال انستليشن مش فارقه معايا، وهم اس بي 1 عشان ايه دي فيرجن 14.1، وطبعا نزل من قيمه كام يوم اكستشينج 2010 اس بي 2، ولما اجي ابص واعرف ازاي ان هي لازم يبقى ايه مكتوب لك 14.2. وباذن الله هنعمل فيديو بيشرح ايه الجديد في اكستشينج 2010 اس بي 2 باذن الله. في حاجه اقول له اوكي انا عايز التو سيرفرز دول التو ميل بوكس سيرفرز دول يبقوا اعضاء في الداج، واقول له مانج. خد بالك هياخد فتره صغيره من الوقت، دي معناه ان هو هيعمل ايه، هينزل على كل واحد فيهم فيل اوفر كلاستر اوكي، وهيعمل كونفيجريشن للايه للكلاستر سيرفيس دي على الاثنين نودز دول. كل ده بيحصل اوتوماتيكلي حلو، فدي فعلا طفره جامده جدا ما بين اكستشينج 2007 واكستشينج 2010. يبقى انا مش محتاج استعين بواحد سيستم ادمن فاهم كلاسترنج، لا انا خلاص ممكن من ضمن الداج هو لوحده هينزل لي فيل اوفر كلاستر على الاثنين نودز او على النودز اللي انا ايه اللي هي هتبقى اعضاء في الداج، زائد ان هو هيعمل لي اوتوماتيك كونفيجريشن ليهم من غير لما اعمل اي حاجه خالص. اوكي هياخد له 15 دقايق، فانا بس هعمل بوز للفيديو وارجع باذن الله بعد لما يكون خلص ونزل الفيل اوفر كلاستر. اهو هو خلص على اول واحد فيهم، خد بالك ان هو بص معايا كده برضو حلو، قال لك انا هقاد الداج جروب هقاد سي اتش 1، هو ده هيبقى عضو فين في الداج. ماشي هنستنى الكام ثانيه دول، اهو الحمد لله هو خلص. ليه؟ ان انا كنت برضو عامل يعني لاب ده قبل لما انا اعمله فيديو، فكان اوريدي منزل الفيل اوفر كلاستر، فعشان كده ايه ما غابش. لكن في الطبيعي ان هو ايه بياخد من 5 ل 10 دقايق ان هو بينزل الرول، بعد كده يبدا يعمل كونفيجريشن. تعال نبص وتعال نكمل. انا كده عملت الداج، ركز معايا، وعملت ايه الداج ممبرشيب، يعني خليت ميل بوكس سيرفرز اعضاء في الداج، والحمد لله الدنيا نجحت وزي الفل. طيب تعال نبص تاني كده، نفتح الداج. خد بالك قال لك اول حاجه مين اعضاء في الداج، قال لك اكس 1 واكس 2 دول اعضاء في الداج، والويتنس سيرفر اهو، والفايل شير ويتنس دايركتري اهي. لو عايز تعمل الترنيت ممكن مانوال او طبعا ثرو الشيل، وبرده لو عايز تعمل الترنيت ويتنس دايركتري على السيرفر ده برده ممكن. الاي بي ادرس ده الفيرتشوال دايركتري او اسف الفيرتشوال اي بي اللي هو كل الممبرز بتوعي دول حلو بريفير ليهم بالاي بي ده. اني سيرفرز اوبريشنال شغالين معايا في الداج هما اكس 1 واكس 2. طيب تعال بص كده هو عمل لي ايه، قال لي عمل لي ليهم نتورك حلو، وقال لي ان في بينهم ريبليكيشن بتحصل، طبعا دي كونتينوس ريبليكيشن ودي انيبلد باي ديفولت، وانا في سبنت عشرات وهي قايمه، وده الاي بي بتاع اول سيرفر وده بتاع ثاني سيرفر والاثنين راننج.
الاتنين شغالين، الاتنين اب يعني شغالين، انا شايفهم يعني انا كده ممكن ابدا اعمل ايه، ممكن ابدا دلوقتي اعمل كرييشن لداتابيز واخد منها كوبي على السيرفر التاني. تعال نبص، ودي تبقى الخطوه الثالثه، ان انا اروح على داتابيز مانجمنت حلو، وابدا اعمل اكريت نيو ميل بوكس داتابيز. هقول له مثلا عايز اعمل داتابيز اسمها تيست، او سميها تيست داك. اوكي تيست داك داتابيز، تيست داك عشان ابقى انا شايفها وفاهمها، على سيرفر ايه، على سيرفر واحد. اقول لها نكست، الباس الديفولت باس واللوج فايلز ماونتد، ايوه ماونتد باذن الله. نيو، عمل لها كرييشن وعمل لها ماونت اهي. بص معايا تاني، خد بالك ادي الكوبي، هي على اكشنج واحد، هي اكتف، ايوه اكتف، هي ماونتد، ايوه ماونتد وشغاله. عندي حاجه اسمها كوبي كيو لينس مش عارف هي ايه، وعندي حاجه اسمها ريبلاي كيو لينس مش عارف هي ايه، لكن برضو انا هشوف. وعندي حاجه اسمها اكتيفيشن بريفرنسز، تعال نبص ونشوف. طيب هي دلوقتي مكانها فين؟ تعال نبص، هي بروجرام فايلز على مايكروسوفت، على اكشن سيرفر، على في 14، على ميل بوكس، وهي تيست داج داتابيز. ادي الايه داتابيز والتيم فايلز واللوج فايلز بتاعتها، وادي الريزيرفد لوجز حلو وكلمنا عليها زمان، وادي الايه الكرنت لوج، وادي الشيك بوينت برضو. طيب لو كده اقف عليها كده الاقي عندي اوبشن ان انا ممكن اخد منها كوبي اهو، اد من البوكس داتابيس كوبي على سيرفر تاني، لكن طبعا لازم يبقى عضو معايا فين في الداج. تعال نجرب ونشوف. هقول له انا عايز اعمل اد من البوكس داتابيس كوبي، خد بالك هي مكانها فين، هي اكتف على مين، على اكس واحد حلو، ممكن اخدها كوبي على مين، على اكس 2، ليه؟ ان هو عضو في الداج بتاعتي، الداج اللي اسمها ايه اتش اس داج. اقول له اوكي، وهي هتاخد رقم 2، يعني هي لو حصل لي، لو حصل في الاوفر، هي تاني واحده او تاني داتابيز على السيرفر ده يحصل لها في الاوفر. هقول له اد، ثواني كده ابص، انفوكيشن، معلش اعيد تاني كده اشوف هو ليه. طب ليه بشكل كده وارجع. تعال طب نجرب تاني، هو بس ما كانش حاسس بيها اكتشينج 2 ان هي حصل لها اصلا كرييشن، فاقول له اد من بوكس ذا بيس كوبي. هنشوف، هقول له عايز اخد منها كوبي احطها على اكتشينج 2، هقول له اد برضه نفس اير. طب ثواني كده هشيك عليه، تعال كده حاول تلات مرة، هو كان لسه برضه ما حسش بيها. اكس 2 يعني ما كانش لسه حاسس بالتيست داج داتابيز اصلا، طبعا يعني انا شغال على مكان فيرتشوال فمعلش يعني اعذروني. فاقول له اد من بوكس داتابيز كوبي براوز اكس 2، اقول له اد وبرضه الراجل قافش. طب تعالى نروح نعملها من اكس 2، اجي على تيست داج اقول له عايز اخد من بوكس كوبي على اكس 2 واقول له اد،
اعمل لها كرييشن، لكن الصح انا من اي حتة اقدر اعمل لها كوبي. خد بالك ان هي كده حاليا على اكس واحد وعلى اكس اتنين. طب تعالى نعمل نعكسها بقى. انا هنا دلوقتي على اكس واحد، اسف على اكس اتنين، هعمل كوبي اسمها مثلا سيلز داتابيز. الداتابيز دي اخليها على اتنين، اعملها سيف على الديفولت باس. اهي دي اصلا على اتنين. هروح على اكتشنج واحد، هقوله بس ريفرش عشان يشوفها. شاف السيلز ان هي على اكس اتنين، وقال لي هي على اكس اتنين وهي اكتف عليه. ممكن اقول له ايه، اد من بوكس كابي واعملها على ميل بوكس ايه واحد مادام عضوة في الداج. اوكي طيب كده، يبقى انا ممكن اهوست من اي سيرفر على التاني والعكس صحيح. حلو طيب سيلز داتابيز دي اكتب فين؟ اهي اكتب على مين؟ اكس اتنين. معلش اقفل بس دي كده عشان نشوف، حاول كده نضيق شوية. سيلز داتابيز دي اكتف على اكس اتنين، عشان كده قال لي هي ماونتد، هي شغاله. حلو، دي الكابي كيو لينس. اي لوك فايلز بيحصل لها يعني هنا كريشن، بيحصل لها كونتينوس ريبليكيشن على الباسيف كابي اللي هي دي، اللي هي الثانيه اللي هي نمره اتنين، وبيحصل لها ريبلاي. يعني ايه ريبلاي؟ كوميت، يعني بتسجل الناحيه الثانيه. اوكي طيب، هنا هيلسي، هيلسي يعني مستنيه ان لو حصل فيلير هتلاقي دي على طول ماونتد ودي هتلاقيها سيرفيس داون. حلو طيب، تعالى برضو نبص على تيست داج داتابيز دي. دي بس اعمل لها ريفرش كيس اف 5. هي ماونتد على اكس واحد. اوكي ثواني بس عشان هو لسه مش شايفها. ايوه اهي ظهرت. طبعا يا جماعه ده كل ده عيب مكان فيرتشوال فقط لا غير، لكن في اللايف الدنيا بتشتغل زي الفل. هي على اكتف على اكس واحد، العكس بقى، وباسف على مين؟ على اكس اتنين. طب لا قدر الله في حاله ان حصل فيلير هلاقي ان اكس واحد ده سيرفيس داون احمر ودي هي الماونتد. طب لو انا مثلا دلوقتي جيت قلت لا انا عايز اخلي الاكتف على مين؟ اكس 2، مش عايز اخليه على مين؟ اكس 1. هاجي على الراجل ده واقول له ايه، اكتيفيت داتابيز كوبي، يعني اخلي دي هي الاكتف. هلاقي ده اتعكست، هتلاقي ان دي بقت ماونتد ودي بقت ايه هيلسي اند سو اون. ماشي، يبقى انا كده في حاله ان حصل في الاوفر، بيحصل في الاوفر في اقل من 5 ثواني. حلو، على الداتابيز الباسيف بتبقى هي اكتف اند سو اون. لكن عشان ارجع تاني لا، لازم ارجعها مانوال، يعني بعد لما اللي هي حصل لها فيلر دي تقوم وتبقى سليمه. حلو، طبعا مش هلاقي ان هو رجع الناحيه التانيه على طول، لا لازم انا اجي عليها واقول لها هنا كده مثلا، هقول لها اكتف داتابيز كوبي. طيب لو انا مثلا دلوقتي، حلو مثلا دلوقتي دي بالنسبه لي هي الايه ماونتد وهي الاكتف، وانا بيحصل كونتينوس ريبليكيشن لاي حاجه تحصل على مين؟ اكس 2. لا انا مثلا دلوقتي عايز اعمل ايه، مش عايز اي ابديت يروح يتسجل فين؟ في اكس 2. ممكن اعمل حاجه اسمها ايه، اجي على اللي هي اكتف. حلو، واقول له سسبند داتابيس كوبي، يعني بلاش تسجل اي حاجه تجي لك من مين؟ من الاكتف.
تاخدها وتسجلها عندك. لا استنى، اوكي. طيب معلومة مهمة جدا، مهمة جدا، الداتابيس دي مكانها يعني سي مثلا، لو دي مكانها على السي لازم يبقى الكابي في نفس المكان، لو عدي يبقى لازم يبقى التانية برضو ايه عدي. اوكي طيب تعال نبص على حاجة قبل ما ننهي الحلقة دي، وانا اظن ان هي دي اهم حلقة، وهي دي اللي بتوريني ازاي يبقى في هاي افابيلتي. طيب تعال نشوف، احنا دلوقتي على ميل بوكس سيرفر واحد، ميل بوكس بالظبط اكس واحد. طيب تعال نشوف الداج دي هي اكتف على واحد وباسف على مين؟ على اتنين. طيب تعال نشوف، نعمل سيناريو كده ان حصل عندي فيلير. تعال نروح لاكس اتنين اهو، ونيجي على الكارت بتاعه ونعمله ديسيبل. دي معناها ان السيرفر ده حصل له فيلير. تعال نروح اكس واحد ونقعد نعمل ريفرش لحد لما نشوف الراجل ده هيحس بايه. تعالى خد بالك، حس ان ايه سيرفيس داون، وراح على طول قلب على مين؟ خدت بالك انت؟ استنى شوف اللي حصل، حصل ايه فلوفر اوتوماتيكلي، حس ان اكس 2 ده داون فقالك سيرفيس داون، واقل من 5 ثواني راح عامل فلوفر على مين؟ على اكس 1. يبقى هو ده الهاي افابيلتي بتاع اكتشينج 2010، في اقل من 5 ثواني بيحصل في الاوفر من غير ما اي حد يحس، الكلاينت مش بيحس ان حصل فيلير. حلو، ودي اهم فيتشر عندي في الاكتشينج 2010، وهي دي اللي خلت الناس تعمل ابجريد، مش اي فيتشر تانية خالص. حلو، باقي يعني احنا طبعا عدينا على اكتر من فيتشر وكلهم ماينرز، لكن دي هي الميجر فيتشر بالنسبة لإكتشينج 2010. هو ده الداج، هو ده الجديد في إكتشينج 2010. شكرا.